صالح الشهري طبعا لاعب نادي الهلال مع زميلنا خالد الشعبي مراسل البرنامج في الرياض بعد مباراة الهلال والرايد. اللهم لك الحمد. صحيح احنا خسرنا 3 نقاط لكن مباراة راحت وخلصت، الحين احنا في بطولة جديدة. اعتقد قدمنا مباراة جيدة خصوصا انه نادي الرايد كان تكتل دفاعيا، لكن الحمد لله قدرنا نسجل هدفين والف مبروك. لا شوف صحيح يعني خاصة النادي الرايد كان لاعب 5 مدافعين في الخلف، فاغلب المساحات حتكون من اللي جايين من الخلف، وهذا كان المطلوب مني اضغط ويعني اطلب كرة في المساحات عشان المساحات تصير اللي جايين من الخلف، وهذا اللي صار. بيتو يقدر يسجل هدف، كاريلو جاء من الخلف سجل هدف، لكن احنا كمنظومه واحده اهم شيء الفوز لنادي الهلال، والحين عندنا مباراه قادمه في الدوري نحاول نكسب 3 نقاط فيها. بعد اسيا هذا اول لقاء لك كابتن، بطولتين اسيا وتحصل عليها كابتن صالح الشهري، وش يعني لك؟ اللهم لك الحمد، يعني بطولتين وعدت، ان شاء الله انها تكون في السي في موجوده. الحين قدامنا كاس ملك، قدامنا دوري، قدامنا نهائيات كاس العالم، يعني باقي مناسبات كثيره ان شاء الله نقدر نحققها كلها. جميل. اخيرا كابتن اسرك، طمنا عن اصابه زميلك سلمان الفرج. والله ان شاء الله ان شاء الله نقول انه هو موجود معنا، يعني اعتقد كما سمعت انه هو اموره طيبه.